شيء في نفس يعقوب. حينما نتحدث عن الإنسانية نتحدث عن الحياة، نتحدث عن المستقبل، نتحدث عن مسؤولية، نتحدث عن بناء، نتحدث عن حضارة، نتحدث عن أحلام وآمال وآلام، نتحدث عن شعوب وحضارات ونهضات. حينما نتحدث عن الإنسانية إنها ليست كلمة، إنها بعثة ورسالة ومهمة وقيامة، قيامة الشعوب في كل يوم. لماذا أنا أقف؟ وسأطلب كل منكم أن يقف أيضا. تفضلوا. أنا أتيت، كان عندي رحلة بسيطة ليست بعيدة ما بين باكستان والكاميرون ووسط أفريقيا. قعدت خالد 17 يوم. أنا أتحدث اليوم باسم الفقير، وإذا ذكر الفقير لابد أن نقف، وإذا ذكر اللاجئ لابد أن نقف، وإذا ذكر الطريد والشريد والمظلوم لابد أن نقف، لأنهم يعانون أكثر مما نعاني، ويعطون أكثر مما نعطي، ويبنون أكثر مما نبني. لا يتحدثون، لا يعقدون المؤتمرات، لا يكتبون، إنهم يعملون وينتجون ويبدعون. الفقير بالنسبة لنا أيها الشباب، وأنا أتحداكم فردا فردا داخل القاعة أم خارجها. Follow me. Can you see this? If you can catch me, follow me. I give you a ketchup. التحدي هنا أن أكون مع الفقير حينما يحتاجني، أن أقف له ولها، أن أقف مع اليتيم والأرملة، أن أقف مع الحق، أن أقف مع العدل، أن أقف مع الحرية، أن أقف مع المساواة، أتواضع. هذه هي صفات أو جزء من صفات من يريد أن يعمل في العمل الإنساني. أما من أراد منكم أن يعمل موظفاً ليكون مديراً أو سفيراً أو إلى آخره، فالباب مفتوح له. لا نريده ولا نرده. نحن نريد أصحاب رسالة. نحن نريد أصحاب رسالة، أصحاب مهمة يستطيعون أن يبنوا الحضارة. ولذلك نقف اليوم ونستمع لحاجة الفقير والمحتاج. ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا كان يطلب من الله أن يحشر في زمرة المساكين. ونحن لسنا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدى ونفتخر به لينقذ البشرية والإنسانية إلى يوم الدين. ونقف لمن؟ لمن يعطينا راتبنا. والفقير هو الذي ينفق على الغني، والفقير هو الذي يوجه الغني، والضعيف هو الذي يمكن القوي، والمريض هو الذي يدعو للصحيح. في العمل الإنساني أصحاب رسالة، لسنا أصحاب كلام. وأدعوكم إلى أن تذهبوا إلى حيث يحتاجكم الناس، إلى حيث يحتاجكم الناس، إلى حيث يحتاجكم الناس. نجلس ثم نبدأ. سخنت ولا لسه مسخن؟ مسخنتوش طبعا. أنا معاه كوكبة. أن يكون لهم نصيب في خدمة البشرية من خلال العمل الخيري. أول نصيحة هي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. مين البعض اللي مرفوع على البعض؟ كل واحد ربنا وهبه شيئا لم يهبه إلى الآخرين. والأصل نصيحة لكل من يسمعني، أن نحاول أن نكتشف في أنفسنا ما حبان الله من صفات خاصة
نستطيع أن نخدم بها الآخرين. لما بننظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى أصحابه فيقول مثلا أقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، ومن أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فإنما كان يوجه هؤلاء الشباب الذين حوله إلى ما اجتمع فيهم من صفة خاصة. مرة أراد أن يعلم ما يقوله فيه يهود المدينة، فجاء بزيد بن ثابت وكان عمره 14 سنة، مش بنتكلم على 20 ولا 21 ولا 25، وقال له إني لا آمن يهود على ما أكتب، فتعلم العبرية. جلس زيد 17 يوم فجاء متقنا لها. الله سبحانه وتعالى حبان بصفات مختلفة، وهذه الصفات هي التي يجب أن نكتشفها في أنفسنا. وبالتالي أول خطوات العمل الذي يجب أن تنصب نفسك فيه أن تعرف ماذا اكتنزت البشرية من خبرات وعلم، أن تقرأ، أن تتعلم. أذكر نفسي وإياكم بقولة لنابليون بونابرت لما سألوه كيف سدت أوروبا وكيف كنت تسوس جندك، قال كنت أجيب بثلاث عن ثلاث. يقول إيه؟ من قال لي لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال لي لا أقدر قلت له حاول، ومن قال لي مستحيل قلت له جرب. كلمات من قائد استطاع أن يحول أوروبا أو من حول فرنسا إلى قائدة لأوروبا. وأنا أقول إنه البشر خلقوا مختلفين ليتكاملوا، وخلقوا لكي يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بعضهم ببعض. أبونا آدم عليه السلام أبو البشرية إنما فضل على الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. فابدأ طريقك، بلاش الفهلاوة، بلاش بعرف كل حاجة في كل حاجة. طريقك يبدأ بأن تتعلم وأن تصبر على العلم. وأحب أن أختم فأقول، لأن هناك من يجب أن تستفيدوا من وجودي هنا خبرات متراكمة على مدى سنوات طويلة، أحب أن أختم فأقول ثلاث نصائح يمكن يتسق بعضها بقلوب وأسماع من يسمعون. اصحى بدري، في كتاب أنا بنصح الإخوة يشتروه ويقرؤوه لمؤلفة هولندية بتقول What are the most successful people do before breakfast. ودرست حياة CEOs وpresident وقالت إن هؤلاء تعودوا أن يستيقظوا في الخامسة أو الرابعة أو السادسة صباحا، وكما قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لأمتي في بكورها. دي نصيحة أولى. النصيحة الثانية، حاول أن تتعلم لغة من لغات البشر مرة وتتقنها مرة كل 5 سنوات. لو تعلمت لغة قوم عرفت كيف يمكن أن تتفاعل مع هذه البشرية العظيمة التي وضع الله سبحانه وتعالى فيها روحا من أمره. النصيحة الثالثة والأخيرة، ادرس تاريخ وحضارات الأمم والشعوب. اقرأ أي كتاب في التاريخ لأي أمة في العالم وسوف تستفيد
لأنك ستضيف لعمرك آلاف من السنين من خبرات البشر التي تتكرر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نؤكد على ما قاله دكتور حسام قبل أن يبدأ الدكتور خالد الخليفة. لابد أن يكن لكم دورا في العمل الإنساني بكافة أنواعه، شئتم أم أبيتم. ده مش هزار. عندنا منطقة في المنطقة العربية 40 مليون نازح ولاجئ. التطوع دلوقتي ما هواش نزهة، التطوع أصبح فرض عين، فرض عين، فرض عين وليس فقط. لابد علينا أن نغير مفاهيم المصطلحات، مفاهيم المصطلحات أنتم ونحن نغيرها لكي ندخل مع أخونا خالد خليفة في التحديات والفرص أمام الشباب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا جزيلا أستاذنا دكتور هاني. يطيب لي أن أكون مع حضراتكم في لوحة العرب في مكان قريب جدا إلى قلبي، ولنا شراكات وشركاء نعتز بهم في دولة قطر. وبعد كل الأحاديث التحفيزية والكلام الجميل الذي سمعناه، أنيط لي أن أعيدكم للواقع، للتحديات، للمشكلات التي يواجهها الشباب. في عام 2015 و 2016 في عامي 2015 و 2016 قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين باستشارات للشباب. الاستشارات دي جمعت تقريبا، أو المشاورات دي جمعت 1200 شاب وشابة حول العالم ومن 22 دولة، وتمت نقاش قضاياهم واهتماماتهم، ثم نتج عن تلك المشاورات تقرير هام جدا يلخص تحديات الشباب اسمه الشباب هم الشباب. أتفق وأختلف مع هذه المقولة. الشباب هم الشباب من حيث الحقوق والواجبات، لكن لا أتفق أبدا مع أن الشباب هم الشباب من حيث التحديات. الشاب الموجود في الغرب أو في الدول المستقرة يختلف تماما واقعه عن الشاب الموجود في فلسطين، الشاب الموجود في غزة، الشاب الموجود في اليمن الذي يعاني أيام وأيام لمجرد حق لا نشعر به أحياناً، وهو مجرد أنك تسافر. يعني هذا حق بسيط جداً جداً يعني. يختلف عن شاب عنده باسبور أوروبي كل مشكلته في السفر أنه هو يشتري تذكرة ويسافر، ما في أي شيء آخر غير ذلك يعني. فأعتقد أن التسوية بين الشباب في التحديات غير منصف على الإطلاق. منذ عامين كان لنا زميل في الأمم المتحدة، موظف دولي معه باسبور للأمم المتحدة ولكنه من أصل فلسطين من غزة، ومرض أبوه وطلب أن يراه ولم يتمكن من السفر لرؤية أبيه خوفا من عدم القدرة على الرجوع، ومات أبوه ولم يتمكن من حضور جنازته بسبب عدم قدرته على الحصول على تأشيرة للذهاب والعودة مرة أخرى. وهذا شخص يعمل في الأمم المتحدة، له صفة دبلوماسية و و و و. هل يمكن تسوية هذا الشاب بأي شخص آخر عنده حرية الحركة وحرية العمل وما إلى ذلك؟ يختلف الوضع تماما إذا كان هذا الشاب أو يعني يزداد الأمر تعقيدا، ونحن نتحدث الآن عن 68 مليون شخص حول العالم ما بين لاجئ ونازح، منهم 40% من هذا العدد في منطقتنا العربية في الشرق الأوسط، 40% من إجمالي
النازحين واللاجئين في العالم يعيشوا في منطقتنا. هناك دول مثل سوريا نصف تعداد سوريا بالكامل لو كان هذا الشاب عديم الجنسية. هناك الكثير من البدون عديمي الجنسية حول العالم ويخضع هؤلاء لولاية أيضا المفوضية. قد يستغرب البعض حين يعلم أن هناك 10 مليون شخص حول العالم معدومي الجنسية. الروهينجا فقط مليون شخص ومئتين ألف عديم الجنسية، ليس لديهم أي حقوق، يعتبروا من أبأس الفئات الموجودة في العالم. نحن نتحدث عن الشاب الروهينجي أو الشابة الروهينجية الذين يعيشون دون هوية طول عمرهم. بعض الناس في مخيمات اللاجئين في داداب يولد في المخيم ويعيش في المخيم ويموت في المخيم. خروجه من المخيم نفسه يحتاج إلى تصريح. مجرد الخروج من المخيم يحتاج إلى تصريح، مش الخروج من الدولة. فهناك تحديات مختلفة جدا جدا لا يمكن تجاهلها ولا يشعر بها إلا من يعانيها. يعني من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن شاهد السم لا يشقى كمن شرب. هناك الكثير من المعاناة، ولا يجب أن نتحدث عن الفرص دون أن نتطرق إلى المعوقات أولا، لأنه قد يواجه هؤلاء الشباب بعد عودتهم الحائط ولا يمكنهم التحرك حتى لو توفرت لديهم الإمكانيات المادية وما إلى ذلك. وختاما، يعني للأسف يحضرني تغريدة كتبها أحد الشباب، قال أنه أقرب طريق إلى السعادة هو الطريق للمطار. أعتقد أن هذا يلخص واقع الكثير والكثير والكثير من الشباب في منطقتنا الذين يحلمون بمجرد الخروج من المكان الذي يعيشون فيه. شكراً لكم. وأنا باكستاني الأسبوع اللي فات زرت حتة اسمها بلوشستان. حد يعرفها؟ يعرفها فعيد. هي تعتبر 50-60% من باكستان صحراوية فقيرة جدا. فيها أربع ميزات: البرد والجفاف والتراب والثانية الرابعين والفقر. باكستان 210 مليون نسمة، 107 مليون شاب. هؤلاء الشباب إما أن يصبحوا ثروة قومية تستطيع أن تبني حضارة، وإما أن يصبحوا شيء آخر لا نريد أن نسمع عنه. المنطقة العربية فيها 400 مليون، ما لا يقل عن 150 ل 200 مليون شاب ثروة. نحن شعوب غنية، ومن قال أننا فقراء فهو مغرب وهو كاذب. شعوب غنية بكل معاني الغنى، وأغنى ما في شعوبنا أنتم، وما زلت بتحداكم فول. شوفوا قد إيه؟ If you can, you do it. لو استطعتم نلتقي إن شاء الله. ننتقل من التحديات إلى أخونا إياد في اللي هو كيف يكون أنتم عصب من على العمل الإنساني الدولي والمحلي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. شكرا دكتورنا الحبيب دكتور هاني على الإشارة والإيحاء. وقبل أن أبدأ بالتحدث في هذا الموضوع، أود الإشارة إلى أننا هنا في الدوحة في قطر، وفي هذا اللقاء الذي أرى فيه التزاما أساسيا من دولة أخذت على عاتقها قبل سنتين بأن ترفع مستوى عملها والتزامها وأدائها في المجال الإنساني في القمة الإنسانية العالمية في إسطنبول. والتزمت قطر بأن تساهم مساهمة كبيرة في إثراء العمل الإنساني والخروج به من باب ومن أروقة المؤسسات إلى المجتمع. لذلك التزامنا اليوم في ميشا ومع روتا في هذا الموضوع وفي هذا المجال
هو تجسيد وواقع حقيقي لمقولة التحدي من قال فعل، وهذا ما نراه اليوم. لذلك هنيئا للدوحة ولقطر ولهذه المبادرة في دوحة. إن كانت قطر قد قادت هذا الاتجاه وهذا التوجه فلا بد لنا أن نلبي، لذلك كان لزاما علينا أن نترك كل ما لدينا من مسؤوليات هامة لنأتي هنا لنكون مع الأهم أنتم، وكلنا هنا في خدمة الفقير المعوز المحتاج، لأن لهم علينا حق، ولأننا نتلقى المرتب أيضا، ولكننا نسعى إلى ما هو أسمى بأن يجزينا الله سبحانه وتعالى جزاء ما نقوم به في خدمة هؤلاء الأشخاص بإذن الله تعالى. الأمم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذي أمثله أنا شخصيا في المنطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أحد مؤسسات الأمم المتحدة، ولكن لنا طبيعة خاصة إذ أن جوهر عملنا هو تنسيق الجهود الإنسانية، وهذا العمل أو هذا التنسيق لا بد له أن يصل إلى مستوى أعلى مستواكم أنتم الشباب. حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك وصول إلى هذا المستوى العالي القمة من الأداء الذي أنتم فيه. أرى أمامي اليوم ليس 210 متدرب أو شاب، وإنما أجد أمامي 210 مبادر، 210 فرصة حقيقية لكي نصل بالعمل الإنساني إلى مستوى أكبر وأعمق وأوثق. عندما استمعت إلى بنت بلدي فلسطين ولا في مبادرتها مع الأطفال المتسربين من المدارس وإعادتهم إلى المدارس، هي تحاول أن تعيد الحياة إلى شرايين قد قطعت بسبب الاحتلال وبسبب ما ورد عليه. عندما أسمع عن معاناة ابن بلدي الثاني في اليمن الذي لا يستطيع المرور من اليمن عبر المهرة إلى عمان، فإنني أعرف حجم المعاناة، وقد خدمت في اليمن أنا شخصيا هناك وأعرف ماذا يعاني أهلنا هناك. الكل أراد الوصول إلى هذا المكان حيث الفرص. نريد الوصول إليكم أنتم هناك حيث الواقع. الأمم المتحدة تعمل جاهدة على العمل معكم. أنتم تمثلون العمل الإنساني الحقيقي إذا ما ذهبتم إلى بلدانكم عائدين لتنخرطوا في صفوف المؤسسات الدولية والمحلية كموظفين، ولكن ما نصبوا إليه أن تعودوا إلى أوطانكم إلى مجتمعاتكم لتعيدوا بناء النسيج الاجتماعي الذي مزقته ويلات ما نمر به في المنطقة العربية على وجه التحديد، ولكن في كل المنطقة التي ننتمي إليها. إننا هنا كشباب نحاول ونريد أن نعمل معكم، أن نأخذ منكم، أن نسمع إلى صوتكم وأصواتكم. سنكون منفتحين وسنوصل الرسالة إلى كافة مكاتبنا في المنطقة لكي نسمع ما هي برامجكم. وأوجهكم هنا إلى أن برنامج الأوتشا الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لديها برامج للمنح أو لتمويل المشروعات الصغيرة في المجتمعات المختلفة. أرجو أن تتواصلوا مع مكاتب الأوتشا الأمم المتحدة من خلال المؤسسات المحلية والوطنية لكي تعرضوا هذه المشروعات التي لديكم فرصة حقيقية في إدارتها وتنفيذها من خلال المتابعة من خلال هذه المبادرة، وهي خير إيصال لعملنا وخير إيصال لما نريد. هذه المشروعات إذا ما وجد من يرعاها فهي هذه الفرصة التي نحن بصددها اليوم في هذا الإطار. أعتقد أن قيادة العمل الإنساني التقليدية من خلال الموظفين قد ولت وولى مستقبلها. نريد مبادرين حقيقيين يأتون من رحم المعاناة ليعطوا فرصة للأمام للجيل القادم. إذا كان من بينكم أمينا عاما للأمم المتحدة خلال 20 سنة، نعم، فأعتقد بأنه سيكون الكثير الكثير منكم ممن يقودون ويدعمون هذا الشخص إلى الأمام، ولكن نريد توجيه للتمويل الذي يدعم هذه المبادرات كما هو اليوم، وهذا الاستثمار الحقيقي الذي نراه في الدوحة. شكرا للدوحة وشكرا لكم على وجودكم هنا، وأتمنى أن يكون المجلس الاستشاري في العام القادم أغنى وأثرى مما كان في العام الماضي. شكرا. تحديات
كان عندي محاضرتين قبل ما اسافر الشهر ده مش عارف ولا ايه. واحدة كانت في جامعة ليستر في برمنغهام. الأولى كان اسمها أنا سأكون رئيس. I will be the president. سيريس أنا مش بهزر. كانت تحت. أنا بقولها. سامعين يا دوار؟ سامعين. كل سنة. ايه الفرق بيننا وبين اوباما او كلينتون او ترامب او توني بلير او تريزا ماي؟ ابدا. احلم كما كان يحلم عمر بن عبد العزيز، كانت له نفس طواقه، اراد ان يتزوج ابنه عمه وتزوجها، ثم طاقت نفسه الى اماره المدينه ومكه فنالها، ثم طاقت نفسه إلى الخلافة فنالها، ثم طاقت نفسه إلى الجنة. يا شباب، فنحن مؤمنون أم مسلمون أم مسيحيون أم إلى آخره؟ العرض هذا بمقدار ما أنجزت من أجل مجتمع، لكي ننتقل إلى حديث عملي عن القضية السورية. نقول سلطان. لا يخفى عليكم جميعا أن الأزمة السورية يعني تعد من أكبر الأزمات في الوقت الحالي، حيث ما قال خالد خليفة أن نصف الشعب يعتبر بين نازحين ولاجئين. فهذه الأزمة لها أضرار جسيمة على الشعب ككل وعلى فئة الشباب بشكل خاص. وحسب التقرير البنك الدولي أن الأضرار الجسيمة أن إذا انتهت الحرب في هذا العام فإن الأضرار الناتجة من هذه الأزمة تحتاج إلى 7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لإعادة بناء الجمهورية السورية خلال 20 سنة. فهنالك الكثير من هذه الأضرار، وجميع شعوب العالم تعود إلى الشباب وخاصة الشباب السوري في هذه الأزمة. لذلك إحنا كدولة قطر وبالأخص صندوق قطر للتنمية أخذنا على عاتقنا مسؤولية الدعم لهؤلاء الشباب، فتم إطلاق مبادرات ومن أهمها هذه مبادرة كويست للتعليم. فتم إطلاق هذه المبادرة لتعليم الشباب وسد الفجوة من هذه الأضرار الناجمة من هذه الحرب. وبالنسبة لنا إحنا كصندوق قطر للتنمية جاري العمل بإذن الله على إطلاق مبادرات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. إحنا بالنسبة لنا كصندوق نؤمن بدور الشباب، فالشباب هو الذي سيقوم بإعادة بناء هذه الجمهورية السورية. أخواننا في سوريا هم الذين يقومون ببناء المجتمع، وإن شاء الله بإذن الله تنتهي عما قريب بإذن الله. جزاك الله. لدينا كم ساعة نقاش؟ مين المنظم؟ ممكن أقول 55 دقيقة عشان بس ألتزم. ها؟ بس 20 مينتس؟ بعد كل الكلام التحميس ده 20 مينتس؟ بعد كل ده كلمت 21؟ طيب عن الميكروفونات لو سمحتوا على الجناب، فناخد من الجانب الايمن والاوسط ثم الايسر. مين عايز اي مداخله؟ بس كون يعني ايه محدده للشخص اللي انتوا عايز تساله. اخونا هنا هو اللي رافع ايده بنضاره، بس انا مش بشوف بنضاره، بشوف من غير نضاره. اوجز اوجز. السلام عليكم، طلال من اليمن، مشارك من السنة الماضية في ميشا 2017 وحاليا طالب في معهد الدوحة ومشارك كخريج في ميشا 2018. سؤالي لك للدكتور هاني البنا، إلى أي مدى نحن بحاجة إلى معالجة الأسباب بدل من معالجة النتائج في السياق العمل الإنساني
وناخذ كمثال حالة اليمن وأرقام مثل 75% من الشعب اليمني بحاجة ماسة إلى توفير الغذاء، و 14 مليون شخص في اليمن يفتقر إلى الماء النظيف، وكثير من الأرقام التي أدركتها برنامج الغذاء العالمي والمؤسسات التي تشتغل في اليمن في ظل شعب جائع مريض ومقتول. شكرا. طبعا السؤال ده فين أخبر مني في الجلسة، فحيجاوب عليه هنا خالد خليفة لأنه أخبر مني، ها وأخبر مني على الإجابة. سؤال تاني من الوسط، نعم بس أنا بتنازل عن حق، مش مهم، لأن أنا يعني إذا كان أعلم منك في الجلسة وتفرض له الكلام. الأخ الأخت اللي ورا دي، الأخ خالص أيوه هي دي شايفينها. راح ثلاث أسئلة. أنا مش بتهرب من الإجابة، أنا عندي إجابة، بس هو عنده إجابة أقدر بالإحصائيات. موافقني؟ شكرا لذلك. وأنا يمني زيك برضه. تفضلي. السلام عليكم، أنا ليان، أنا طالبة سورية بجامعة الأمريكية. وإيمانا بقدرات الشباب، بس نحن بمناطقنا العربية للأسف صناع القرار ما عم بيآمنوا بال 210 فرص او 210 ثورة الموجودين هون بالقاعة. فهي شغلة. وشغلة ثانية، انا بدي احكي على سوريا. بسوريا نحن كشباب في كثير مبادرات عم بتصير خاصة تنموية للاجئين، للتعليم، لتمكين الشباب، بس كلها مبادرات جدا بسيطة جدا خاصة، وبيعود هذا السبب لعدم التكاليف ترانسفورميشن. لازم يكون في عنصر نسائي لانه بلاهم نحن ما فينا نسوي شيء. شكرا. انا ممثل النساء. الله. شفت الاخوات انطلقوا في اختي بالاول هنا، اديها فرصه بس عشان ايه يتكلموا. تفضلي. وبعدين نرجع ايه نجاوب على التعليق. اتفضلي نور. السلام عليكم، خلود بيني من تونس، مشاركه سابقه في ميشا وحاليا عضو الفريق الاستشاري. قبل كل شيء حبيت نشكركم على كلماتكم المحفزه لانكم اصحاب خبره واحنا نحب نساعدكم. تعليقي فقط على الاستاذ، شكرا على كلامك، قلت الشاب لازم يحلم كأنهم مش موجودين، يعني حلم وحده للأسف. شكرا. بس أنا هرد عليكي بسيط. الغاسة الإسلامية بدأت من 35 سنة بدون إمكانيات على الإطلاق، لا مكتب ولا ميزانية ولا شخصية معتبرة ولا أي توجد الإمكانيات. سيأتي الناس إذا زاد الإيمان عمقا في قلبك سيلتف حولك الناس، سيلتف حولك الناس ستزداد إمكانياتك. وما الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كان فردا استطاع أن يغير العالم وليس قريش أو أمة أو إلى آخره. فأنا مؤمن بك 180%، مش قدرتك ولا إيه؟ ولا 200%، بس أنت لابد أن تؤمني أنك صانعة للإمكانيات. نبدأ بالإجابة من السؤال بتاع اليوم من أخونا خالد خليفة، ثم أي تعليق من السادة. هي المشكلة السياسية نفسها، وهذا يتطلب جهد كبير جدا. أعتقد أن المبادرات الصغيرة تتواصل إلى الأبد دون أن نصل إلى شيء. القضية الفلسطينية مثلا، هل يمكن حل القضية الفلسطينية عن طريق المبادرات الصغيرة؟ يمكن أن توجد أمل لبعض المجموعات، لكن لن تحل القضية الكبيرة نفسها. نفس الشيء ينطبق على اليمن، نفس الشيء ينطبق على سوريا، نفس الشيء ينطبق على ليبيا. هي كلها مشكلات سياسية يجب على المجتمع الدولي الذي فشل حتى الآن في الوصول إلى آليات لحل تلك المشكلة من التعامل معها. لو لم يتم ذلك مثلا في القضية اليمنية، أعتقد أن المبادرات الصغيرة
على مر الزمن لن تحدث التغيير المطلوب، فمتفقين تماما انه يجب التعامل مع الامراض وليس الاعراض. شكرا. عندي مداخله بين الربط ما بين الحلم الحقيقه وبعدين الدكتور وقضيه الواقع. في شاعر يقول كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم اضحى حقيقه لا خيال. اي نجاح وانا على مدى سنوات طويله طفت بلدان كثيره ورايت مشروعات كثيره بدات بحلم وفكره ثم تبعتها عزيمه لا تلين. انا حين ذكرت قضيه نابليون في جرب وتعلم ويحاول انما كان بيكسر قواعد التي استطاع غير التي لم ينجح غيره في كسرها. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما، موسى كان يتيم، الإمام مالك كان يتيم، الإمام الشافعي كان يتيم، الإمام أبو حنيفة كان يتيم، كل هؤلاء غيروا واقع الدنيا من يتم وفقر كانوا فيه إلى أن أصبحوا أعلام. والحقيقة الجزء الذي تستطيع به أن تغير نفسك وتغير من حولك وتغير مجتمعك يبدأ بإني لن أتعامل مع المشكلة ولكن سأفكر في الحل. والحقيقة أنا مرة ثانية، يمكن إحنا فكرة نشأة الأكاديمية الإنسانية للتنمية هاد كان هدفها إنه إحنا عايزين نتعامل زي ما قال الأخ الفاضل في قضية جذور المشاكل. إحنا عايزين الشخص يؤهل للتغيير. أصبح العمل الإنساني الآن زي مهنة الطب ومهنة الهندسة ومهنة مهنة المحاسبة أصبح علم لابد أن يكتسب فيه الإنسان خبرات متراكمة ويغير ترينينج كورسز أو الكوتشينج أو المينترينج، كل دي وسائل علشان نقل الخبرات. والآن مشروعاتنا الأساسية هو كيف التعامل مع المؤسسات المحلية حتى تصبح مش مستغنية عن حكامها وحكومتها بل مستغنية عن المنظومة العالمية كلها بإنشاء خبرات مكتسبة محلية. وأظن لو أنا قدر لي أن أعيش سنوات سأرى فيكم من قبل التحدي وبدأ يتحرك بأن أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تأتي به الأوائل إن شاء الله. الإجابة مش على طلال، على الآخرين مسموح الآن. إحنا وأورنا فيه كاتري. الصبية السورية اللي تكلمت ما في في البانل ولا سيدة، مزبوط، بس في أربعة أو خمسة على الأقل منا إحنا يعني ملتزمين للزمن تماما بأنه لا يمكن إلا أن نعمل سوية ولا يمكن للآخر إلا أحد أن يستغني عن الآخر. فدكتور هاني التزم بذلك والتزم أنا كمان يعني بنفس الموضوع. سأحاول أن أجيب على موضوع الموارد. أنا وجهت في المداخلة التي تحدثت فيها إلى الإمكانية الموجودة في بعض البلدان لدى الأوتشا من برنامج سيرف، وهو دعم المبادرات ودعم الأنشطة لتدعيم المجتمع المحلي، وهي مرة أخرى للتوضيح هي أحد الموارد التي يمكن أن تكون متاحة للكثير من هذه المشروعات من أجل القيام والعمل على تنفيذ هذه المشروعات. في بعض الدول الحمد لله لا توجد الأزمات ونحن غير موجودين، ولكن هناك أيضا بدائل أخرى يمكن لهذه المنصة أن توفر التعاون والتنفيذ المشترك حتى عبر الحدود، وإن كانت من أصعب الحدود في العالم هي الحدود بين بلدان العربية للأسف في هذا الموضوع. ما أريد أن أقوله في موضوع الحلم أو الواقع بأن الحلم إذا لم يبنى بنشاط وباجتهاد من الشخص سيبقى حلم يستيقظ عليه ويجد أنه قد فاتته الفرصة، لكن الحلم إن تم احتواءه وتم رعايته بهذه الطريقة لن يبقى حلما وسيجد الطريق إلى التنفيذ. وهذه توصية أيضا أعطيها للإخوة في ميتشا،
إذا اقترنت هذه المبادرة في السنوات القادمة بإيجاد تمويل لتنفيذ المشروعات المميزة والتي يمكن لها فرص النجاة والنجاح، فأعتقد أن هذا يمكن أن يكون تكامل حقيقي ما بين بناء القدرات والبدء في العمل المجتمعي التنفيذي. شكرا. أنا إذا تسمحوا لي عندي تعليق على ما تفضلت فيه الأخت من سوريا بخصوص أن صناع القرار غير موجودين أو غير لا يتم مناقشتهم من قبل الشباب، يعني الاجتماعات هذه تصير دائما بين الشباب. أنا بالنسبة لي وأنا أعتقد أن صناع القرار ممكن يتغير قرارهم بإصرار الشباب. إذا كان في حرص من الشباب على تغيير هذه القرارات، فإن صناع القرار سيقومون بتغيير آرائهم. وأنا يعني منكم من الشباب وعندي مثال على ذلك. عندنا الأخ خليفة الكواري مدير عام صندوق قطر التنمية، وهو يعتبر من الشباب أيضا، دائما يكون فيه يعني نقاشات، وإذا أنا أصريت على رأيي يكون فيه بعض التغييرات أو تفهم من صناع القرار حسب إصرارك أو إيمانك باللي أنت تقوله كشاب. هذه بالنسبة. جزاكم الله خير. نأخذ هذا الراوند. الأخوات غزل راح كل الأسهم في يعني في discrimination against men. هاخد أخ وبعدين هاخد أخت. من ناحية دي بعيش الأخت. في أخ ده الدوار ده أخ ده أقول ده بسحمر ده. مش شايف. أيوة شايفك. طب اطلع يا أخ. أيوة كده مزبوط. بوش أمدة من السودان. فضل. بسأل من متى استمرت الدكتاتورية في الشرق الأوسط وإفريقيا؟ يكون الدكتاتوريات أكبر لتغيير مفهوم الشباب في التغيير في الديمقراطية في الحرية في طرح مشروعاته على مستوى الدول السطحية. أغبت الشباب الأكبر في شرق إفريقيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط الدكتاتورية الممارسة من الحكام ذاته، ما من برا ولا من داخل، من الحكام ذاته يتم ممارسة الدكتاتورية كبد الحريات وإلى شابه ذلك، إلى أن يتم تنفيذ أحلام الشباب يهاجرهم إلى أوروبا الشرق الأوسط مكانا تنعم إلى الحرية والكرامة الإنسانية. شكرا. 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 تفضلي. انت يمنيه؟ انت غازل يمني ده ولا بس ما فيش قاط هنا. انت يا الميكروفون. اولا السلام عليكم. طبعا نسرين احمد من اليمن، تحديدا من عدن. حابة فقط أقول إنه إحنا اللي نسمع على التغيير، إحنا اللي نسمع الإنسانية ذاتياً. صحيح إنه في بلادنا يعني فيها حروب وكده، بس إحنا مفروض ما ننظرش إلى الجانب السيء بقدر ما إحنا مفروض ننظر إلى الجانب الإيجابي. يعني أنا كنسرين يعني أذكر إنه في أيام الحروب كانت والله أرتب حابة يكون في عندنا في عدن تيدكس الجامعات، ويطلبوا مني ان احنا نأجله واقول لا، هذا يعني شيء انسان المفروض احنا نوصل صوت العالم، ويقولوا لي بالامل انه لا عندكم حروب مفروض يتأجل تيدكس جامعات، اقول لهم لا حابين نقيمه. لغايه ما سقطت قذيفه يعني بجانب يعني مكان مؤتمر فندق ميركيور، انتهى الفندق. قلت لهم خلاص لهنا المؤتمر ينتهي لانه مكان الحدث انتهى تماما. لكن والله العظيم الحلم من هنا ما توقفش، حاولت ان احنا نوصل يعني نقول للناس انه احنا ما نيأس، لازم نحاول. ضليت والله العظيم 3 سنين احاول اني اطلع من اليمن، نحضر مؤتمرات، نوصل رسالتنا للشعوب، لغايه هاي السنه ما قدرت. يعني طبعا شيء مجهود ذاتي نهائيا، ما حد قدم لي او شيء. حاولت في النت اقدم مؤتمر انساني لغايه ما وصلت اليوم، رغم التعب اللي لقيناه، يعني
كنت أتمنى أسافر دولة، والله العظيم مع هذا المؤتمر سافرت 4 دول، مرينا من مطار عدن للقاهرة للأردن لغاية ما وصلنا للدوحة، وكلنا إحنا الشباب اليوم لما وصلنا يعني الآه اللي خرجت مننا كأننا يعني كده يعني بصوت عالي، والحمد لله وصلنا اليوم. نتمنى إنه نخرج من هنا نوصل الرسالة لمجتمعنا إن إحنا قادرين، الفرصة موجودة لكن فقط محتاج حد يدعمنا شوية. وشكرا لكم يعني. الأول بس فاحنا عندنا شكرا اليمن، دائما اليمن تحمسنا، بس ده من غير قاطع. شكرا. أنا علاء من تونس. نحب نشكركم أولا على الكلمات التحفيزية والتي من شأنها أن تزيد حماسنا للمواصلة في طريق العمل الإنساني. أود أن نواصل في نفس السياق ونؤكد على المقولات التي تم ذكرها من خلال العودة قليلا أو كثيرا في الحقبة الزمنية إلى ما قبل الميلاد، إلى مقولة إلى لقاء القرطاجني حنا بعد: إذا لم نستطع إيجاد طريق فنحن سوف نصنع واحدا. If we cannot find a way we will make one. هؤلاء الشباب، هؤلاء 210 شابة وشاب لديهم الرغبة في التغيير والرغبة في المشاركة في العمل الإنساني، لكن المشكل المطروح هو في الغالبية الساحقة أو السواد الأعظم من الشباب العربي الذي لا يهتم لا بالعمل الإنساني ولا بالحيات الرسمية الموجودة. نسب المشاركة تتراوح ما بين 3-10% بالعام العربي، هذه النسب الرسمية. يعني كيف يمكن لهذه المبادرات المختلفة المتواجدة بالمنطقة وأن تدعم هذه النسب؟ لأنه هؤلاء الشباب الموجودين هم حقا محتاجون لمثل هذه الكلمات للمواصلة على هذا الدرب. يعني تقريبا أنا كنت من المستفيدين من عديد برامج تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام، لكن ومتأكد أنه أغلب الموجودين هنا يعني شاركوا في برامج سابقة، لكن كيف يمكن أن نصل إلى الشباب العربي؟ هذا هو. شكرا. في 3 أسئلة داخل المجتمعات، وفي سؤال كيف نزيد إشراك الشباب؟ أنا هذا أستأذن أن أتكلم. وفي تعليق بالأخت اليمنية جزاك الله خير. فمين يأخذ السؤال السياسي؟ إن هو أنا يعني؟ أنت؟ يعني أنا اللي هاخد اللي مش عارف إيه؟ سعى وكل ما ذكرت من أسماء منهم أصبحوا رؤساء، فغيروا المسيرة بتاعت مجتمعاتهم. بدل ما نقول ان احنا عندنا حكومة اكس ولا واي ولا زد ولا اخر، انا اشترك في المحافل داخل المؤسسات التي تستطيع ان تجعل مني احد القادرين على احداث تغيير في المجتمع من خلال الدوائر الرسمية او الشعبية او الاجتماعية داخل الدولة. ده من رأينا، لان عايزين نعمل ثورة، ثورة لها مجالات اخرى، ثورة لها مجالات، وثورة من غير قائد بتبقى فاشلة. في بعض الثورات طلعت في بعض الدول رحنا ثورة من غير قائد، ده ازاي تبقى ثورة من غير قائد؟ الثورة لابد يكون لها قيادة ولابد كذا وكذا وكذا. فلذلك التغيير لابد من خلال المؤسسات اللي موجودة في الدولة حتى لو اعتقدنا انها مؤسسات غير فاعلة. كمل بعد. شكرا دكتور. هو فعلا سيكون اكمال ان شاء الله. يعني المقولة التي تقول إن الفقر لا يصنع ثورة، وإنما علم الفقير بفقره هو الذي يصنع الثورة. وهنا لا أتحدث فقط عن الثورة العسكرية ولا السلاح، وإنما ثورة في كل المجالات المختلفة. العلم والمعرفة هما القائد الذي سيقودك إلى مواجهة الدكتاتورية والعنصرية والاستبداد والتحييد وعدم الإشراك وكل هذه الأمور. إن مبادرتك وعلمك وتعلمك لكل هذه المجريات هو الذي سيجعل من الدكتاتور عاجز عن قيادتك والاستبداد ضدك. إن المعرفة والوصول إلى ذلك. لذلك إن من يسمح لنفسه بأن يبقى جاهلا في الظلام سيستعبد وسيستبد وسيجهل.
أما إن حصلت على العلم والمعرفة والقدرة على ذلك فلن يستطيع، طالما أن الدكتاتور والمستبد يعرف أن من يستعبد لا يعرف فسيظن بأن ذلك هو الأمر الطبيعي. فذلك الدكتاتور الذي اعتاد بأن يجلد كل مواطن من بلده كل صباح، عندما مرض وجلس في المنزل اصطف الناس على باب المنزل غير قادرين على ممارسة حياتهم اليومية إلا أن يجلدوا، لأنه أصبح لديهم هذا أمر طبيعي، وظنوا أن الجلد كل يوم صباح بدونه لن يكون لهم حياة. هل نسمح بذلك؟ إن سمحت بذلك فابقى تحت الدكتاتورية، إن لم تسمح بذلك فتعلم وكن غير جاهل. شكراكم لك. السؤال الآخر نجاوب عليه اللي هو بتاع زيادة مشاركة الشباب في العمل الإنساني. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. فقط جملة واحدة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المجتمع حولك مش هتغير إلا ما أنت شخصيا تتغير. في الحقيقة بعض البرامج أنا بمدح بأطلب من الشباب إن هم يحاولوا يشاركوا فيها أو يصنعوها إن لم تكن موجودة في بلادهم، ودي جربناها في عدة بلاد بتعظم قيمة العمل الخيري، وجربناها في بلاد لم تكن لم يكن العمل الخيري ناضج بالكيفية التي في بلاد الغرب، وأقصد بذلك الانترنشيب بروجرام. إذا استطعت أن تحول الكلام النظري الذي تقرأه وتسمعه إلى برامج عملية، وأنا بقول الدكتور هاني كان بيتكلم في بداية كلامه عن زيارته لبلوشستان ووسط أفريقيا، قضاء يوم واحد، وأنا بقول هذا الكلام نتيجة خبرات طويلة، قضاء يوم واحد في فيلد أوفيس في مكان تنفيذ مشروعات يساوي أكثر من شهر في الجلوس على المكاتب. وأنا بنصح الإخوة إنه يبدأوا من أسفل السلم، يتحركوا بالمشروع البسيط الذي يرى فيه أثر مباشر على الشخص الذي يحتاج. ما 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 موضوع أن نبدأ بذرة عمل خيري بسيط قائم على تفاعل الفقير. الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بيحتطب وتعالى هات الخشب وبيعه وهكذا. الأمثلة البسيطة هذه هي التي نريد أن نحركها. أنا بقول إحنا عندنا، وأنا على يقين من هذا المؤتمر اللي هتبقوا فيه هيبقى فيه أفكار كثيرة جدا في خلال الثلاثة أيام والأربعة أيام القادمة. خد فكرة واحدة وابدأ بها وحاول أن تنفذها في المجتمع البسيط الذي أنت فيه، وستجد أثر ذلك تغييرا في نفسك أولا ثم في المجتمع الذي أنت تعيش فيه. أخذ 30 ثانية 40 ثانية 45 ثانية عشان الكارت الأحمر جاي. حاضر. هو بس تغيير لدفة الحوار شوية. أنا أتمنى أن النتيجة النهائية للمبادرات لا تقتصر على أن الشباب تعيش وتتعايش، لأن لو كان هو هذا سقف الطموح أعتقد أنه مش هيكون في أي تغيير في المستقبل. أتمنى أن المبادرات التي سنصل إليها تكون طويلة المدى وسنوبول، تكون قادرة على أن تكبر وتحدث التغيير الأكبر. نقطة أخيرة، أعتقد أن المجموع مع بعض محتاجين إلى تغيير عقلية المانح شوية للتعامل مع السوفت وير، القضايا اللي هي القادرة على إحداث تغيير جذري. يعني احنا ممكن نأكل في الناس ونشرب فيهم ونعمل خدمة مجتمعية إلى الأبد دون إحداث تغيير. ما سيحدث التغيير في قضية الروهينجا ولا في القضية الفلسطينية مش هو الأكل والشرب والإيواء، هو العمل على الجانب السياسي، العمل على الجانب غير الملموس اللي المانح ما بيحبش يموله، وده محتاج إلى تغيير كبير جدا للوصول إلى النتيجة. ويجب أن نغير من فكرة العمل الخيري
إلى العمل الإنساني، إنه هو يكون شيء أكبر من مسألة الدور في المحيط الصغير اللي حواليه. شكرا. بس أختم عشان خاصة الكرت الأحمر طالع على النصة ونحقق حقوق جنب الكرت الأحمر. تعال يا كرت. كرت أصفر وكرت أحمر. الكلام اللي بتكلم فيه أخونا خالد ده في منتهى الخطورة. إحنا مش عايزين نكون أمة تعيط وتبكي وتولول وتلطم. لا أبدا أبدا أبدا. عايزين تكون أمة من نغير ونبني من خلال بناء القدرات، من خلال الأبحاث، من خلال عمل تنموي حقيقي. تنمية مش مشروع، تنمية برامج. في كل برنامج منها مشاريع. اللي يعلمكم بيعلمكم غلط، يروح ياخد صورة في مشروع ويقول لك تنمية. أبدا. تنمية برنامج ومسيرة سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة. ولابد انتوا تغيروا عقلية المنهج زي ما كان بيتكلم أخونا خالد. دكتور حسام بيعاني، ما عندوش فلوس عشان الأكاديمية. الناس مش مهتمة بالتعليم، مش مهتمة بالعلم، مش مهتمة بالتدريب، مش مهتمة بالمنصة اللي بسمعها الدوكسي. وربنا سبحانه وتعالى في محكم كتاب مش كده برضه قال ولا يحض على طعام المسكين، الحظ هو المنصرة والأدفوكسي. إذا كان ربنا أقرها من 1400 سنة، من نحن لكي لا نطبقها؟ أكل شرب نيم لبس جزاكم الله خير. وماذا بعد؟ الحمام، غداء الحمام. فلذلك وأنت تتحدث مع قادة المستقبل وأنت منهم لابد أن تقول ماذا؟ ماذا؟ ولا أقول لأدمعي ماذا بعد؟ فلذلك التنمية، المناصرة، المشاركة، البناء المجتمعي وبناء القدرات مش ورشة عمل. اوعوا تفتكروا ان بناء القدرات ورشة عمل كده يا خالد كده يا مصطفى. ورشة عمل ده جزء من بناء القدرات، جزء جزء جزء. ولا بد ان تتعلموا العلم من اهل العلم. بسم الله ما شاء الله عندكم مجموعه، امسكوهم ما تناموهمش، احبسوهم ما تخرجوهمش، ها جوعوهم ما تاكلوهمش. ها عايز تتكلم انت بقى؟ خلاص من حقك تتكلم انت. لا لا خلاص. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا لرئيس المحاكمة والنقاشين الدكتور خالد الجنة وضيوفنا الكرام الدكتور اياد نصر والدكتور